حياكم الله كابتن من جديد. بس يعني المفروض أول سؤال أسألك إياه عن موعد قدوم مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش إلى العراق، هذا السؤال اللي شاغل الوسط الرياضي اليوم. غدا إن شاء الله يكون متواجد الكادر الفني كاتانيتش وكل مساعديه في أربيل، ويوم 24 بالشهر يكون متواجد إن شاء الله الكادر الفني كله في بغداد. جيد، يعني يوم غد سيكون كاتانيتش في أربيل بالعراق، وبعد يومين يوم 24 بالشهر سيكون في بغداد، صحيح كابتن باسل؟ هو غدا 23، يعني بعد يوم واحد إن شاء الله يكون في بغداد. طيب، سيكون متواجد في بغداد بشكل مستمر لمشاهدة مباريات الدوري بعد انطلاقه؟ أكيد، يعني هو والكادر الفني أنه راح يتابعون المباريات كلها اللي خاصة بالدوري الأول إن شاء الله يكونون، بس هو عنده عودة إلى أربيل يوم 27 اللي عنده إجراءات، يعني إجراءات إدارية ومالية أيضا حتى يخلصها ويعود إلى بغداد أيضا لدخول المعسكر التدريبي للمنتخب. بعيدا عن الإجراءات، أين سيستقر كاتانيتش؟ في بغداد أم في أربيل بشكل عام؟ وما هي الوسائل التي وفرت للمدرب أو الجهاز الفني إذا كان في بغداد؟ يعني متعلق بالسكن، سيارة للتنقل، باقي التفاصيل، توفير الأمان. هاي أكيد، يعني اللي طلبه كاتانيتش في أي منطقة بالعراق يحب يعيش هو يعيش. أما الآن فأكيد يعني الهيئة التطبيعية موفرين كل شيء من التنقل، من الفندق، من كل شيء. يعني مو أول مرة يجون الكادر الفني للمنتخب، يعني حتى هم يتمشون بدون حماية في بغداد. مشتاقين له بصراحة، حتى الجمهور اشتاق لك كابتن، ماكو صار فترة. والله أنا مشتاق لكم كثير. اي والله، إن شاء الله ترجعون سوا وهنا نلتقي لقاء خاص. المهم سيكون في بغداد كاتانيتش بداية، سيقيم في بغداد. في بغداد ويكون حاضر بالمباراة الافتتاح الشرطة. طيب، والدورة أيضا سيكون حاضر في مباراة الافتتاح. طيب، من هذه النقطة أناقش مع الكابتن عبد الأمير ناجي تواجد مدرب المنتخب الوطني.